لا مزور. ستشهد المناطق الشرقية والوسطى من الوطن اضطرابا جويا مصحوبا بأمطار ابتداء من يوم الأحد المقبل، مع رياح قوية وارتفاع أمواج البحر على السواحل حسب ما علم لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وأوضح الديوان أنه سيتم تسجيل انخفاض محسوس في درجة الحرارة ابتداء من يوم الاثنين، حيث ستتراوح ما بين 8 و12 درجة على السواحل، ومن 4 إلى 8 درجات في المناطق الداخلية، ومن 10 إلى 5 درجات في شمال الصحراء. كما أكد المصدر أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيكون مرفوقا بتساقط الثلوج على مرتفعات جرجرة والأوراس خلال يومي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحسن الطقس حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ابتداء من يوم الأربعاء.